معنى المليونير صغير اسمعني راه ماشي عاوتاني اي حاجه غنقدر ندخل بها الفلوس غنعد في ديك الحاجه وي ولكن راه نقدر ما نكونش ديك الحاجه راه واخا كتدخل لي نقدر نكون ما مرتاحش في حياتي. ما تخليش شي حاجه تفرض عليك في هذه الحياه فلوس اي شيء رضات الوالدين ما تخليش يتفرض عليك انت خاصك تكون مرضي ما تخليش شي يتفرض عليك اي حاجه ما تخليش تفرض عليك في هذه الحياه صافي حتى حاجه ما تستاهل تفرض عليك لا خدمه لا فلوس لا قلاوي حتى حاجه حاجه وحده هي الموت اللي كتفرض عليك بانك راه غتموت واحد النهار اما باش انا نمشي ندير واش نفرض عليا واحد الحاجه وباش كذا لا لا ماشي عقليه هذه هذا ان فوا من هذه الكلمه اللي قال دابا اي حاجه تجيب لي الفلوس غادي نخدم فيها لا لا ما كايناش هادي ماشي ديك القضيه ديال لا غندير الباسيون ديالي انت راه ماشي قحبه انت ماشي قحبه انت اي واحد جا غيعطيك فلوس غادي انت راك بروفيتور انت راك خدام ماشي على هذا انا كندوي على العموم باش نخدم اي حاجه غتجيب لي الفلوس غتولي باسيون ديالي فورمي انا والنصيحه عاوتاني اللي خديت من الوالد سير الله يرحمك الوالدين بين مات مسكين سير الله يرحمه الله يخليه لك راه حتى هو الله يرحمه ما دار فيها ما يصلح ولا كان باقي حي راه ما دار فيها ما يصلح فاميليا في غوش امتى شلحت الفيديو جوج داي داي جوج مونت بلاتي نشوف كومونتيرات شنو هاد مينوت مينوت جو وجوج شهرين وهاد الفيديو هاد الفيديو شهرين ولا يومين تريل الفيديو شو يلا تلاح جوج داي اش ندير شنو كتعني جوج ايام اول البارح سبك كوزا كوزا نوسترا قول لي دابا اسمح لي مشي 8 شهور 8 شهور كامله ما لاح فيها لا تراك لا والو اخر تراك لاحو هو تراك 3 د الليل تراك اللي صراحه كان زوين سيري شمع شويه وزوين وتخيب